ازيك يا فريدة؟ كويس. عايز اتكلم معاكي. بتفرج على فيلم، عايز اكمله. ولا تحب تكمله انت؟ كمل ايه؟ الفيلم اللي انت عايشتني فيه. فريدة، اللي حصل ده انا ما اعرفش حصل ازاي. انا عارف انك ممكن ما تسامحنيش، وعارف ان اللي عملته ده مش صح، بس حصل. انا كل اللي بطلبه منك هدوء وحكمة، وانا هعدل كل حاجة. فريدة، انا عارف ومتأكد اني غلطت، بس حتى وانا بغلط عمري في حياتي ما فكرت اهدم البيت وعلاقتنا. عارف ان احساسك بيا وحش وانك مش طايقه تشوفيني، بس انا عايز اطمنك فريد، انا ما عملتش حاجه غلط مع البنت، ما حصلش اللي بيدور في دماغك. انا ما خنتكيش يا فريده، فهماني؟ رهيب التمثيل في الفيلم ده. رهيب. لا أنا كده اطمنت. لا يا راجل، ده أنت مش بس خنتني، ده أنت خنت أعز أصحابك، اللي هو بالمناسبة خال بناتك، لا تكون ناسي. شوهت سمعته وخلتني لا طايقة أشوفه ولا أسمع سيرته. إيه؟ دست على كل حاجة، كذبت ومثلت بمنتهى الحقارة. أنت مريض يا يحيى، ورخيص قوي. يا ريت تنام في الأوضة التانية لحد ما اشوف انا هعمل ايه وابقى ابلغك. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.